اسمي احمد حسين عثمان من قريه البشيريه، بشتغل بمهنه الحداده. طبعا المهنه اجت الثوره، تركنا المهنه ولفتره معينه رجعنا على مصلحتنا الحداده وصرنا نشتغل بالحداده. جاب الصواريخ الطيران او الراجمات او ما شابه ذلك من مخلفات النظام كتكلفة أقل للمواطن، كونه صار الأسعار غالية والشعب فقير ما له قدرة يشتغل بالحديد. نجيبه من الأسواق تكلفته عالية جدا، نجيبه من الأسواق يكلف طاقين عن تكلفة الصاروخ أو مخلفات النظام أو الراشمات وما شابه ذلك. نجيب ونقوم بتصنيعه وحرقه، نقوم بقص الصاروخ من بارتفاع من 25 حتى 30 سم، نقوم بتشميعه، نعمل له فتح لخروج الدخان وفتحات تهوئة لمساعدة احتراق الفحم او البيرين او الحطب، كونه يعتمد الفحم احتراقه للهواء عن طريق الهواء. فتحات صغيرة، 4 فتحات على الاقل ما يكون. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي علاء الدين عثمان، صاروخ من مخلفات الحرب تبع طيارة جبنا على اساس نفرع فيه فيها وبعدين جبنا فكرة نعمل صوبية. اخذنا على عند الحداد احمد عثمان واشتغلوا، جربنا طلعت ناره قوية ممتازة 100%.